الوغ اليوم حنا متواجدين لان عندنا شراكه مع اشوش سالياج. هاد الشراكه ما بين شراكات اخرى اللي كتقوم بها المؤسسه في اطار الانفتاح على الخارج وسورتو في اطار انها كتوفر للطلبه ديالها الامكانيه انهم يكون عندهم تمدرس خارج المدرسه، وذلك الاستفاده من التقنيات والاستفاده من الكفاءات العليا عند شركاء ديالنا. عندنا 35 طالب اللي مشاركين على اساس ان عندنا 15 منصب، دونك عندنا زافون 15 بلاص بوسيبل. المهم في هذه الشراكه هو انها كتعطي البوسيبيتي تكون عندنا دوبل ديبلوماسيون، يكون عندنا ان ايشونج ما بين الطلبه. اذا كل طالب عندنا ممكن ياخذ دبلوم ديال المؤسسه والدبلوم ديال المؤسسه الشركه، كما ان بعض الطلبه ممكن يمشيو واحد السنه ويرجعوا يكملوا التمدرس ديالهم في المؤسسه. اليوم نتميز بانه في اطار الشفافيه، فهو الشركاء ديالنا حاضرين معنا اونلاين وحاضرين معنا لتتبع لهذا الانتقاء اللي غادي يكون للطلبه ديالنا اللي اصلا هما متميزين، وكذلك هنا كيحاولوا ما امكن يربحوا هذه البلاصه، يوريونا كفاءتهم، يوريونا الطريقه كيفاش غادي يتعاملوا مع الاسئله، لانهم خاصهم يكونوا هما الوجه اللي غادي يفون ريبريزونتي، هو الوجه اللي غادي يكون به ان شاء الله غادي يكون ما امكن طريقه باش يبينوا بان المؤسسه ولا لو ان سي جي فهي منفتحه على الخارج ومنفتحه مع الشركاء ديالها. About like your question about the interview, how I prepared myself to it. اليوم هذا شرف لنا باش نفعلوا واحد الشراكه اللي عندنا مع لونيفرسيتي دو ليج ديال بلجيكا، وحنا لو اس جي ديال كازابلانكا. دونك اليوم غادي تتم لا سيليكسيون ديال لي ستوديون، يتم الاختيار ديال لي ستوديون ان شاء الله، وكنتمنوا اننا ناخذوا احسن تلاميذ اللي غادي يمثلوا المغرب وغادي يمثلوا المدرسه ديالنا احسن تنتين ان شاء الله.